بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلها، معانيها، شواهدها ومشاهدها، مطالبها، بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولكن قبل أن يذكر سبحانه قصة العروج إلى تلك العوالم وسدرة المنتهى، قدم مقدمة محكمة ومقطوعا بها ومسلمة عند جميع الناس، حتى إنها مسلمة عند أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عارضوه وعاندوه. فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى. والمعنى أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد نشأ بينكم وتربى على مشهدكم، فهو صاحبكم الذي تعرفونه من صغره إلى أن بلغ وشب فيكم، إلى أن بلغ سن الأربعين، وأنتم أعلم الناس بسيره وسيرته الحسنة. لم تعثروا له على كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا رذيلة، بل كلكم تعلمون أنه الصادق الأمين الذي ما ضل وما غوى، بل هو على الهدى والرشاد في علمه وعمله وقصده وفعله، فإن الضلالة ضد الهدى والغواية ضد الرشاد. وقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فيه أعظم حجة وأقوى تحد للذين كذبوه صلى الله عليه وسلم وكفروا به، لأنهم لو كانوا رأوا منه أدنى كذبة أو أقل خيانة من الأموال أو الأعراض وغيرهما، أو عثروا على أقل رذيلة صدرت منه صلى الله عليه وسلم منذ صغره إلى بلوغه الأربعين ثم تنزل عليه النبوة، لقالوا له: أنت في الأمس كنت تعمل كيت وكيت، فما بالك الآن تنهانا عما كنت تفعله؟ فإنهم كانوا أعلم الخلق بأحواله وأقواله وأعماله، لأنه صلى الله عليه وسلم تربى ونشأ فيهم، فلم يعرفوا عنه كذبا ولا عبثا ولا سفاهة، ولم ينقضوا عليه أمرا واحدا قط، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي بل هم يعرفونه بصدقه وأمانته وحصانته كما يعرفون آباءهم، حتى أن أشدهم إنكارا وجحودا وعنادا كانوا يقرون بصدقه وأمانته وعفته دون تردد منهم. فهذا أبو جهل يصرح لابن أخته المسور بن مخلد بأن محمدا صادق لم يكن ليكذب على الله تعالى، وذلك أن المسور بن مخرمة قال: قلت لخالي أبي جهل، أي خال، هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي أنه رسول الله تعالى؟ فقال أبو جهل: يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو فينا شاب يدعى الصادق الأمين، فلما خطه الشيب لم يكن ليكذب على الله تعالى. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم في حال صباه وشبابه لم يكذب قط مع الناس، فلما كبر سنه وبلغ الأربعين لم يكن ليكذب على الله تعالى ويقول: أنا نبي ورسول وليس بذاك، فلا يعقل أن يكذب على الله بعدما بلغ الأربعين، فإنه في شبابه ما كذب، بل هو الصادق الأمين كما تعرفونه. فقال المسور: وقلت إذن لما لا تتبعونه؟ فقال أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا. ثم قالت بنو هاشم، أي مفتخرين علينا، فينا نبي الله تعالى، فمن أين ندرك هذه؟ فأعمته العصبية الجاهلية
وصدته عن سبيل الهدى والرشاد، وسلك طريق الجحود والعناد. نعوذ بالله العظيم من شر الحاسد والحاقد والمعاند والجاحد، والحمد لله رب العالمين.